السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم أنس أحمد في هذا الدرس حندرس درس جديد من دروس علم الرياضيات آه لصف الثاني ثانوي في هذا الدرس حندرس النسب والدوال المثلثية خلينا نكتب السؤال كويس أوجد قيمة س مقربة الإجابة رقم عشري واحد حيث س أكبر منه تساوي صفر أصغر منه تلت أصغر منه تساوي تلتمية وستين السؤال الأول قال لك جا س بيساوي صفر فاصلة سبعة أربعة ثمانية صفر كيف نجيبوها؟ إحنا نب... نتخلصوا من الجا هذه فندير الجال معكوسة لها الجال معكوسة لها اللي بتاخذها في اليمين بتاخذها في اليسار تضربها في اليمين تضربها في اليسار تقسمها على اليمين تقسمها على اليسار تعرفوها قاعدة دي ولا اللي بديرها في اليمين تديرها في اليسار كويس فلاني بناخد الجا معكوسة اللي على اليمين باش نلغي الجا هادي فنختار أكيد نكتب الجا كوسا في الطرف الثاني كويس إذا هادي تلغي هادي تجعد ليسين بتساوي جا انفرس لصفر فاصلة سبعة أربعة تمانية صفر خلينا نوقف ندير ستوب بكي عرفتو عالم ستوب هي في كل شي دير ستوب وخلينا نجو هنا شوية الجا عبارة عن ساين. جا انفرس المعكوس عليها عبارة عن ساين انفرس الجتا هي عبارة عن كوساين وجتا انفرس هي عبارة عن كوساين انفرس والظا هي عبارة عن التان والظا انفرس عبارة عن تان انفرس في الحاسبة جا جتا ظا جا جا انفرس جتا انفرس ذا انفرس كويس فاحنا لما نجيبوا قيمه سين فيه دائما اكثر من قيمه لما يكون من صفر سين مربوط يعني محصوره بين صفر 360 فاحنا بندرسوها هنا تو جا لما تكون موجبه هي موجبه صح ولا هذه موجبه هذه موجبه جا تكون موجبه في ربع في الربع الاول والربع الثاني تكون موجبة جا إذا نحن بنطلع قراءتين للسين تو الأولى اللي هي نديرو جا انفرس اللي هي هادي ساين انفرس اللي صفر فاصلة سبعة أربعة تمانية صفر إذا الزاوية الأولى نسموها هادي سين واحد بتساوي ثمانية وأربعين فاصلة أربعة واحد هادي الزاوية الأولى هذه الزاوية الأولى الزاوية الثانية اللي هي إحنا نعرف إن هذه تيتا أو سين سميها سميها تيتا لا سميها تيتا هذه تيتا هذه مية ناقص تيتا صح ولا تيتا طلعناها اللي هي الزاوية الأولى هذه بنطلعوا الثانية اللي هي سين 2 بتساوي مية ناقص تيتا ناقص ثمانية واحد لأن هذه هي اللي هي مية ناقص ثمانية واحد هذه هي الزاوية الثانية إذا س 2 بتساوي 131.6 خلينا نلغي الواحدة هو لأنه بها مقربا لرقم عشري واحد كويس إذا مجموعة الحل هي 48.4 و 131.6 خلينا نوضحكم حاجة دائما هنا تو في المثال هو عندنا هذه الموجبة فالموجبة تكون موجبة في الربعين الأول والثاني الأول هو طلعناها والثاني هي 180 تنقص منها هذه 180 ناقص تيتا اللي هي هذه كويس نمشي جا س على اتنين بيساوي صفر جا س على اتنين بتساوي صفر نفس الشيء نبغى نختار جا انفرس للطرفين باش نلغي الجا باش نلغي الجا هادي. هي ولا. بتساوي جا انفرس لصفر 0.7480 صفر هادي تلغي هادي تقعد لي س على 2 اللي هي القيمة الأولى س على 2 هذه الأولى س على 2 وندير صندوق متاعها بتساوي هادي موجبة ركز الإشارة اللي هنا موجبة هادي موجبة صح ولا لا مش حاط لك إشارة معناها موجبة بندرسوها في مربع في الربع الأول والربع الثاني الجا تكون موجبة صح ولا لا تكون موجبة في الربع الأول والربع الثاني احنا ندرسو في الجا الجا تكون موجبة في الربع الأول الجا والربع الثاني الربع الاول اللي هو تيتا وهنا 180 ناقص تيتا فنستنى الزاويه تطلع لنا من هنا اللي هي جا انفرس ل 0.7480 اللي هي 48.41 48 والزاويه الثانيه س 2 على 2 بتساوي شو بتساوي 180 ناقص تيتا 180 ناقص تيتا هذه ناقص تيتا 48.41 نضرب طرف في وسطين اذا س واحد بتساوي ستة وتسعين فاصلة ثمانية ستة والتانية شن بتساوي س اتنين على اتنين بتساوي مية ناقص ثمانية واربعين فاصلة اربعة واحد تطلع لنا مية وواحد فاصلة في اتنين إذا س اتنين بتساوي ميتين وتلاتة وستين فاصلة واحد علاش ضربتها في اتنين؟ هي طرفين في الوسطين، شوف ولا؟ تضرب طرفين في الوسطين، فهذه مجموعة الحل الأولى هذه والثانية هي هذه، نمشي للمثال اللي بعده، باش المعلومة، جتا سين بتساوي ناقص صفر فاصلة ثمانية واحد ستة صفر ناقص المرة هذه اه خلينا شوية توا خلينا ناخدو الأول حاجة شو بناخدو ناخدو جتا المعكوسة جتا انفرس علاش خدينا جتا المعكوسة باش نلغو الجتا هذه جتا انفرس في جتا سين بتساوي جتا انفرس لسالب صفر فاصلة ثمانية واحد ستة صفر كويس هذه تلغي هذه تقعد لي سين بتساوي تو الاشاره هذه مش حنستعملها في الحاسبة مش حنحطها في الحاسبة يعني هذه حنشوف بها الرسم جتا سالبه تكون فم تكون سالبه فم ربع في الربع الثاني اللي هي 180 ناقص تيتا والربع الثالث اللي هي 180 زائد تيتا اللي هي في الربع هذا وفي الربع هذا صح ولا هنا جتا تكون سالبه جتا سالبه تكون في الربع هذا في الربع هذا جتا موجبة في الربع هذا في الربع هذا بينما جتا سالبة في الربع هذا وربع هذا كويس اللي هو الربع اللي فيه 180 ناقص تيتا و180 زائد تيتا هذه تيتا هذه 180 ناقص تيتا هذه 180 زائد تيتا وهذه 360 ناقص تيتا احنا هذو الزوز ما نبوهمش نبو هذه ونبو هذه كويس فاحنا شنو بنديرو بنطلعو جتا انفرس لشني الاشاره سالبة خدت منها الرسم ما من نديرهاش في التعويض الإشارة السالبه هذه خذتها من الرسم ما نديرهاش في التعويض فندير جتا انفرس لشني ل 0.8160 ما نديرش الاشاره السالبه ايوا اذا س ش بتساوي بتساوي 35.31 بينما القيم اللي نبيها بينما مجموعه الحل هي

زائد خمسة وتلاتين فاصلة تلاتة واحد اللي هي ميتين وخمستاش فاصلة تلاتة واحد هذه هي مجموعة الحل فاحنا الواحدة بخاش إذا مجموعة الحل هي هذه وهذه كويس ننتقل للتمرين الأخير التمرين الأخير يقول لك ظا اتنين س بيساوي صفر فاصلة أربعة اتنين اتنين واحد وبناخذ الظل العكسية باش نتفكوا من الظل العكسية عكسيه الظل العكسية تلغي هذه تلغي هذه تقعد لي اتنين سين الضال 2 س بتساوي الظل عكسيه ل 0.422 تقعد لي قبل ما نكمل الاجابه لابد من نرسم الرسم موجب ولا ولا سالبه موجبه معناها الظل تكون موجبه في ربع في الربع الاول وفي الربع الثالث ظا موجبة هنا وهنا كل جبار ظالم هنا ظا موجبة كل جبار ظالم جت داهية كل جبار ظالم جت داهية كل معناها كلهم جا وجت والظا جبار جا ظالم جت داهية كويس اذا الظات تكون موجبه في الربع الاول وفي الربع الثالث الربع الاول اللي هو شنو اللي هو تيتا والربع الثالث اللي هو 180 زائد تيتا كويس طلعنا احنا الزاويه 22.87 هذه الاولى هذه الاولى والثانيه 2 سين بتساوي شنو تساوي 180 زائد 22.87 اللي هي 200 و 2.87 إذا س واحد بتساوي نقسمه اثنين الطرفين إذا س واحد بتساوي اتنين وعشرين فاصلة ثمانية سبعة تقسيم اثنين احداش فاصلة أربعة والثانية مية واحد فاصلة أربع. وهذه هي مجموعة الحل هذه هي مجموعة الحل نتمنى تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس على امل لقابكم في درس قادم بعون الله تعالى شكرا جزيلا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته